في عندنا قانون فلسطيني يعني أجاز للطفل بتكوين الجمعية. الآن أنت بدك تروح تسجل جمعية بوزارة الداخلية لازم يكون عمرك 18 سنة فما فوق، لأنه هذا قانون الجمعيات. قانون الطفل الفلسطيني منح هذا الحق أيضا للطفل الفلسطيني، بمعنى حق الأطفال أن يشكلوا جمعيات. وكلمة تشكيل الجمعيات للأطفال يعني مش القصد منها هي نوع من الترف، هو كيفية تعويد هذا الجيل الجديد على المشاركة في الحياة العامة. يعني بمعنى ممكن يشكل جمعية للمراقبة على القضاء، ممكن يشكل جمعية للانتخابات، ممكن يشكل جمعية مثلا لممارسة أي دور على صعيد المجتمع. كيف ممكن إحنا الآن نعمل سويا لتحويل هذا الجيل الجديد من جيل غير مبالي بمعنى الأطفال بالحياة السياسية العامة إلى جيل قد يكون الآن هو شريك في صنع القرار بالمستقبل ويعتاد على العمل العام والعمل التطوعي؟ فهل في بتفكير الداخلية إنه أو بخطط الداخلية إنه منح يعني الأطفال هذا الحق من حيث الواقع والتطبيق، بمعنى إنه نساعد الأطفال أو نشجع الأطفال على تأسيس الجمعيات حتى يبدوا يأخذوا دورهم على صعيد الحياة الاجتماعية؟ تشكيل جمعيات الأطفال، إذا أنا بدي أشكل جمعيات الأطفال استنادا لكون الجمعيات الخيرية الحالية ما في سند، وأنت سيد العارفين أستاذ ناصر هو حاطط يعني هو للبالغ هو 18 سنة. حصل إنه كان في عنا جمعية وبالخطأ كان الأعضاء أطفال، لما اكتشفنا إنه في عندهم أطفال كنا ممنوع، هم يا جمعية بتعنا للأطفال المصابين بنوع ما من أنواع الأمراض، والأعضاء الجمعية أو رئيس مجلس إدارة بكل لا يصلح إلا يكون هو المريض العضو وهو طفل. فكنا لما بزبط يعني بده يجي ينتخب، بده يجي يترشح، بده يجي يدفع رسوم، وهذه التزامات، والقانون ما بحملوش التزامات. طفل عمره 4 سنين تتيجي أنت تحمله التزامات؟ يا أخي خلي أبوه عضو، وجدنا مخرج، خلي أبوه عضو بداله وهو يجي مع أبوه يحضر اجتماعات، ما عندنا مشكلة. بس القانون ما بسمح. أنا مع أنه يكون في القانون في جمعيات للأطفال، لأنه هاي فعلا أنت بتعلم الأطفال مدى المساهمة والمشاركة في, 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 في الحياة الاجتماعية. وهو فعلا بتفكير الداخلية، لا هو مش بتفكير الداخلية، بس أنت خليته بتفكيرنا.